في رؤية مصرية الحقيقة، يعني في رسائل سريعة كده وصلت من القيادة المصرية لكافة الدول الإفريقية، مصر إلى جانب الديمقراطية، مصر إلى جانب التطور الإفريقي، ويعني إيجاد حلقات جديدة من التصنيع والإنتاج والتعاون الإفريقي الإفريقي، مصر إلى جانب يعني كل ما يدعم الوجود الإفريقي على مستوى العالم. الحقيقة مصر بتدعم القارة الإفريقية بصورة كبيرة جدا، تجربة الكونغو تجربة عميقة وحافلة وأيضا دموية، وأيضا لها ملف كبير في الصراعات. الحقيقة لا طبعا كون أن القاهرة تكون بهذا الشكل المشرف اللي أنا شفته النهاردة، يعني واستقبال السيد الرئيس الجيد جدا والمحترم للزعيم الإفريقي، الحقيقة لا طبعا لها رسالة كبيرة جدا للدول الإفريقية. أول رسالة بقى بالنسبة لي أنا أن مصر بدأت على طريق التحالفات الإفريقية المصرية. الحقيقة كان بنادي من فترة ومن زمن وبقالي سنين بقول لابد من إيجاد حلف أو تحالف مصري إفريقي على مستوى القيادة المصرية للدول الإفريقية، تبرز فيها يعني القيادة المصرية بقدراتها. بقى الحقيقة الدولة المصرية لها قدرات كبيرة وعميقة في القارة الإفريقية. الكونغو مش اسم بنسمعه النهاردة، الكونغو دي يعني باتريس لومومبا، يعني أبناء الزعيم الكونغولي اللي قتل أثناء الحرب الأهلية أو الصراعات الأهلية في الكونغو، وأول ما كان فكروا يهربوا وينجوا بحياتهم يكونوا فيه بالليل كان القاهرة. يعني الحقيقة مصر هي بلد الأمان لكافة أبناء إفريقيا. مصر دعمت الزعماء الأفارقة في مرحلة الستينات وبناء الحريات في القارة الإفريقية وبناء حقوق الإنسان. الحقيقة دكتورة هبة، إيه التحرك اللي يهمنا قوي في سد إثيوبيا اللي هو ما حصلش كبير قوي خلال رئاسة جنوب إفريقيا؟ إيه التحرك أو إيه الفارق اللي ممكن يحدث؟ طب تسمح لي الأول يعني أسجل إعجابي بسد إثيوبيا لأنها جديدة على ودننا وجديدة على المصري وجديدة على المستمع المصري وعلى السياسي كمان، لأنه فعلا هو سد إثيوبيا. أنا بقولش على فكرة سد النهضة، أنا بقول سد إثيوبيا طول الوقت. تفضل. أحييك طبعا، أحييك جدا والله، لأن دي رؤية سياسية محترمة جدا، لأنه فعلا سد إثيوبيا اغتصابا لحقوق باقي الشعوب وباقي دول المنطقة بصورة يعني مش قادرين نفهمها حتى الآن، لكن هي ابتدت الأمور تتضح في الأفق وشفنا أن احنا عندنا قيادة دموية وشرسة، وأول ما ابتدى يحارب ابتدى يحارب شعبه. خلينا أقول طيب الكونغو ودورها النهاردة أبي أحمد، النهاردة تقارير المعارضة بتتكلم على قتل 25,000، بما أن حضرتك بتتكلمي هنروح لملفه بعد كده اللي حصل هناك في تجري. لا طبعا هو يعني صورة صادمة عن يعني اللي احنا كنا بنتخيل بقى جائزة نوبل وانه رجل السلام، لكن لا طبعا هنروح له بعد، يعني خلينا نتكلم الاول على السد وبعدين نروح اللي حصل في تجري. اولا الكونغو دولة زي ما قلنا قدرت زي يعني دول كتير ومن ضمنها طبعا رواندا تعبر من حالة التقاتل المستمر في سياقات الأزمة إقليميا. يعني سياقات الأزمة خاصة بالكونغو أدت انها تعبر هذه المرحلة العنيفة وتبدأ تقول انا دولة ديمقراطية وبطمح للتعاون.